الله والابن والروح القدس الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وكل اوان لله الدور كلها امين. كل سنه طيبين. عشيه عيد القديس مريريس. اشكر ربنا ان اخذ بركه هذه العشيه والقداس بكره في هذه الكنيسه المباركه. بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل الرومية الإصحاح 12: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. معلمنا بولس الرسول كمثل لنا في المحبة والتفاني والاتضاع يقول: أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة. يعني تقدموا أجسادكم ذبيحة، مش ذبيحة كالذبائح الدموية، ذبيحة حية لأننا أحياء بالمسيح. يقول: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. المسيح جوايا، أنا في المعمودية والميرون أخذت الروح القدس سكن فيا وأصبحت هيكل الله وروح الله ساكن فيا. يقول: من يفسد هيكل الله فيفسده الله. يعني أنت هيكل ربنا. كنت تقول لواحد مثلا: إيه أنت بتشرب السجاير تقدر تشربها في الكنيسة؟ يقول لي: ما أقدرش. طب تقدر تشربها في الهيكل؟ يقول لي: مستحيل. أقول له: طب ما أنت هيكل، أنت هيكل ربنا، تفسد جسدك ليه؟ تفسد حياتك ليه؟ قال لهم: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. دي اللي عايزين نتكلم فيها مع بعض الليلة. إزاي نتغير عن الشكل؟ لا تشكلوا هذا الظهر، مالكوش دعوة بالجيل اللي انتوا فيه والناس اللي انتوا عايشين وسطهم. انتم لستم من هذا العالم. الناس العاديين اتولدوا الولادة الجسدية، انما احنا اتولدنا ايه؟ الولادة التانية، الولادة الروحية. من لم يولد من الماء والروح لا يقدر ان يعاين ملكوت الله. احنا أبناء الملكوت، أبناء الملكوت، مالناش دعوة بأبناء العالم. إن أنتم لستم من هذا العالم، أنا اخترتكم من العالم. لا تشكلوا هذا الظهر، ما تمشوش تبع هذا الظهر. تيارات العالم، مباهج العالم، أطماع العالم، ملذات العالم، مناصب العالم، الذات كيان، كل واحد عايز يبقى عنده كيان واستقلال. انتم اولاد الله، احنا المملكه الروحيه. يقول: ها ملكوت الله داخلكم. ملكوت الله داخلكم، واحنا بنصلي في ابانا لازم نقول له ايه؟ لياتي ها ملكوتك. يعني ايه ياتي ملكوتك؟ يعني زي يا ربنا انت بنقول لك ياتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض. زي ما انت ملك في السماء على الملائكة والطقمات السمعية كلها، تأتي تملك علي أنا، تملك على حياتي، لأن أنا به نحيا ونتحرك ونوجد. يأتي ملكوتك وتكن إيه؟ مشيئتك، مش رأيي أنا، مش إرادتي أنا، مشيئة ربنا هي اللي تكون في حياتي، لأن أنا تبع هذا الملكوت. معلمنا يوحنا في رسالة يقول: أيها نعلم أيها الأحباء نحن أبناء أولاد الله. إحنا لنا أب في السماء ولنا معيشة في السماء. حياتنا اللي على الأرض دي فترة زمنية قليلة خالص 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 بالنسبة للحياة الإيه؟ الأبدية اللي هنعيشها مع المسيح. يقول معلمنا بولس: حياتكم بخارا يظهر قليلا ها
سمع المحل دي حياة قصيرة كده، لكن الأبدية بتاعتنا معاشتنا مع ربنا. قال لهم المسيح: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزداد لكم. كل الحاجات دي كلام فاضي، كله الأساس عندنا إيه؟ الملكوت، إن احنا نحيا في الأرض ملكوت الله دخلنا، وفي الأبدية نكون في ملكوت السماوات مع المسيح الملك الذي يملك على حياتنا. فما نشبهش الناس، أنتم لستم من هذا العالم، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، تغيروا عن شكلكم. إن كان أحد في المسيح يسوع فهو إيه؟ خليقة جديدة، خلينا خليقة جديدة، تجديد الذهن، تجديد الحياة، مراجعة الإنسان نفسه أول بأول. كل ما يتعب أبونا موجود، أنزل أعترف وأتوب عند أبونا، التوبة الاعتراف على ربنا في مسمع الأب الكاهن. مولدين الولادة الثانية من الماء والروح، نحن أبناء الملكوت. تغيروا عن شكلكم، تغيروا عن شكلكم، شكلكم البشري. يعني احنا في الأول اتولدنا ولادة جسدية، ولكن بعد خدنا كده الايه؟ الولادة الروحية. وإن الجسد يشتهي ضد الروح والروح تشتهي ضد الجسد ويقاوم كلاهما الآخر. لينا الحياة مع المسيح. يقول لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. الموت، الموت الجسدي يعني اللي هو معلمنا بولس الرسول يقول: جاهدي حسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهب إلي الله. شوف القديسين يقول تائهين في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل إيه؟ من أجل محبتهم للملك المسيح. إيه محبتك للملك المسيح؟ إيه ارتباطك بالمسيح؟ يقول انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. شوفوا الشهداء زي ماريجلس ووصفين مسيح على المناعي يدفع شيخ ماريجلس، يقول إنهم سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح، سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح. الحياة الأرضية ملهاش معنى عندهم. يعني الاستشهاد ده كانوا يجروا الاستشهاد، فاكرين قصة البنت اللي كان هتستشهد وراح الجندي قال لها صعب عليك، وخد لبسها ولبسه فرح للشهادة، جريت قالت له لا تسرق إكليلي، عايزة إكليل الشهادة. عجبني قوي الشهداء بتوع ليبيا، قالوا نشكر بتوع داعش انهم ادوا اولادنا اكليل شهاده، على عكس طبعا الناحيه الثانيه اللي كانوا يقولوا عايزين حق اولادنا وعايزين مش عارف ايه. لا، الايمان الحلو والايمان القوي، الكنيسه كنيسه شهداء مرويه بدم الشهداء. الحياه الارضيه ملهاش معنى، لكن المعنى الحقيقي في الحياه الابديه مع المسيح. تغيروا عن شكلكم في ايه؟ اتغيروا عن شكلكم في ملامحكم، في نظراتكم، في كلماتكم، كلامكم، في الفاظكم، في اسلوب حياتكم. نظهر ان احنا عندنا محبه، عندنا صفات مواهب الروح القدس، ثمار الروح القدس في حياتنا. ما لأن بولس الرسول أما ثمر الروح فهو إيه؟ محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. لازم يكون عندي محبة، محبة كاملة. حب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، وقريبك مثل نفسك. قريبك مش هو قريب بجسد، لا، أي إنسان في الأرض، أي إنسان هو قريبي.
من أولاد حواء وآدم. وقال معلمنا يوحنا: إذا كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه؟ تيجي إزاي دي؟ أنت أخوك معاك، أنت بتكره أخوك، ما بتحبش أخوك، يبقى تحب أنت اللي أنت شايفه، يبقى تحب ربنا زي اللي أنت مش شايفه. بيقول من لم يسأل، بيقول الذي لم يعرف المحبة لم يعرف الله. ليه؟ لأن الله محبة. اللي بيميزنا، اللي بيميزنا عن الناس كلها إن إحنا مسيحيين شعرنا الله محبة. ومحبة ربنا اللي فادتنا، بقول نحن نحبه لأنه أحبنا أولا، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي كل من يؤمن به تكون له إيه؟ الحياة الأبدية. المسيح سفك دمه على الصليب علشاننا. وإحنا لازم نكون على صورة المسيح، إحنا بتوع المسيح. يقول الذين هم للمسيح يسوع عملوا إيه؟ قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. شوف كلام، صلبوا الجسد مع الإيه؟ ها؟ مع الأهواء والشهوات. جاب الأهواء قبل الشهوات. إيه الأهواء؟ اللي يكون واحد يمشي على هواه، يمشي على مزاجه، مش يمشي حسب مشيئة ربنا وحسب إرشاد ربنا. الواحد زي ينتصر على الذات، يصلب مع المسيح، يصلب الجسد مع الأهواء والشهوات. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. المحبة طبعا فرح، فرحانين بأيامة المسيح، وفرحانين بالنصرة الخطية، وفرحانين بحياتنا بعشرتنا مع المسيح، وفرحانين أصلا بأن احنا مسيحيين وأننا أبناء الملكوت. والسلام طبعا اللي عنده المحبة والفرح عنده سلام بينه وبين الله، وبينه وبين نفسه، وبينه وبين الآخرين. ناخد حتة نقطة كمان، اللي هي يقول في ثمر الروح: محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة. الإنسان يكون عنده وداعة، إنسان وديع. الحاجة الوحيدة اللي قالها تعلموها مني المسيح: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجد راحة لنفوسكم. الوداعة هي المنظر الخارجي للقلب الداخلي المتضع الداخلي. وداعة ومتواضع. الإنسان اللي قلبه متواضع، اللي يحيا حياة الإتضاع، تلاقيه إنسان وديع باستمرار. يشوفوا ده إنسان بتاع ربنا، ده إنسان كويس، ده إنسان مسيح، ده 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 ده. يقول: يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. وداعة. حاجة تانية، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. احنا بنيجي الكنيسة، لازم كلنا احترام كامل للكنيسة وخشوع وتقديس للكنيسة. المسيح دخل الهيكل وقلب موائد الصيارفة وطرد ضباعة الحمام وقال ايه؟ بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. أحيانا يسألوني الناس، معلش، يقولوا إيه بتحطش إعلانات ليه في قناة أغابي؟ قال لهم: يا جماعة دي قناة الكنيسة التي في بيتك، إزاي أعمل إعلانات؟ ده المسيح طرد البياعين وبتعمل كنيسة. إحنا هدفنا هدف روحي. احترام الكنيسة واجب، احترام الكنيسة واجب، والسلوك داخل الكنيسة واجب. مش ما جيش الكنيسة، كنت قريب في كنيسة من الكنايس للأسف اتحولت إلى قاعة احتفالات، ولاقي صوت المسيح مصلوب فيها والصور والتماثيل. كنيسة كاثوليكية اتحولت كودير حتى هنا في انجلترا برضه، بدون ذكر المكان يعني، وقاعة فيها كل ما تتخيلونه من الاحتفالات العالمية. قلت: بيت بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة. نرجع نقول: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا
ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. كل سنة طيبين لله المجد دائما أبديا.